قبل ما نبدأ الفيلم صلى على النبي. بتبدأ قصتنا بعد ما العالم كله اتضمر بسبب الزومبي. بننتقل لأمريكا مع صحفي بيصور أحداث الشغب اللي بتحصل. الزومبي قال له انت استأذنت قبل ما تصور يا ابني انت، وبياكل وبيحط باقي الجثة في التلاجة عشان يتعشى بيها. في مكان تاني بنشوف شخص تخين بيجري وبيعمل أصوات مقرفة. الزومبي قال له اف يا ابن المقرفة، برضه مش هسيبك، هسد مناخيري وهاكلك. بننتقل لمكان تاني مع واحدة بتقتل زومبي قبل ما يعضها. مش كده وبس، بتحط رجليها عليه كنوع من أنواع الإهانة، وفجأة بيفوق وبيقول لها ايه الرجل الجميلة دي، تسمحي لي اخد قطمة صغنطوطة. وبنشوف شخص قاعد في امان الله بيعمل بيبيه، وفجأة بيدخل له زومبي من تحت الباب فبيستسلم وبيموت بكرامته احسن ما يقوم يجري والزومبي يشوف رجله مشوها رجل. في الوقت ده بنشوف شاب عايش لوحده اسمه كولومبوس، ولانه مش بيخرج كتير من الشقة ما عندوش علم بالزومبي. المهم بيسمع صوت بنت مفزوعة بتخبط على الباب، بيفتح بيلاقيها جارته فبيهديها وبيحاول يفهم ايه اللي حصل. قالت له ماشية اتكلم في الموبايل لقيت شخص متشرد بيجري ورايا بطريقه غريبه. قال لها الحيوان عايز يتحرش بيك، كملي كملي. قالت له اول ما قرب مني عضني لكني زقته وهربت. قال لها يعني هيتحرش بيك ويعضك كمان، ده بجح قوي، انا لو معاكي كنت دفنته في مكانه. قالت له لازم تنزل تجيب حقي. قال لها هنزل هنزل، طب ما تخليها بكره عشان خالتي سعاد جايه من البلد وجايبه دكرين بط معاها. وبيناموا في مكانهم. بيصحى تاني يوم بيتفاجئ انها اتحولت. قال لها هو في ايه، انت اتجننت ولا ايه؟ بيدخل يستخبى في اوضه لكن بتحط رجليها عشان ما يقفلش الباب، فبيدخل الحمام وبيضربها بغطا السيفون وبيقفل الباب عليها. وكان مفزوع ومش فاهم ايه اللي بيحصل، وقال لنفسه ايه الحظ ده، يعني البنت الوحيده اللي تدخل حياتي تطلع ملبوسه. بتمد ايديها تفتح الباب وبتهجم عليه فبيخبطها بكل قوته. بعد 3 ايام بينزل بالسلاح بتاعه وبيبحث عن اي حد عايش في المدينه. بيقرب من مبنى عشان يتفقده، بيتفاجئ ان الاقرة عليها دم وبيخاف يفتح. وفجاه زومبي بيهجم عليه فبيوصل لاول عربيه قابلته وبياخدها بيهرب من المكان. المشكلة انه بيلاقي زومبي في العربية فبيخبط في محله، ومن شدة الخبطة الزومبي بيطير. بيرجع وبيحاول يعضه لكن بينتشه طلقة في كتفه وبينزل يديله التانية في دماغه. تاني يوم بيتمشى في المدينة بيلاقي عربية متجهة ناحيته فبيستخبى، وفجأة بتقف قدامه وهو يا عيني بيرتعش من الخوف. فبينزل منها شخص جنتل في نفسه كده وقال له ما تخافش تعالى اوصلك معايا، انا حاسس انك شاب نايت من بتوع اليومين دول. قال له لا ده انا صايع جدا. ياما ايه السكينة دي، انت بتخوفني ولا ايه؟ سأله بتشرب خمره؟ قال له اكيد طبعا انا صايع جدا، ده انا عامل كولدير خمره في البيت عندي. ولما بيديله كوبايه بيرميها وبيمثل انه بيشرب. في الطريق بيقابله عربيه حلويات، تاليسكا قال له لازم ننزل ناكل منها. قال له دقيقه واحده هعمل تمارين عشان لو فيها زومبي اكون جاهز. قال له بتعمل ايه يا عم، هو احنا هنلعب معاه ماتش كوره؟ خلاص يا باشا انا جاهز يلا بينا. بيفتحوها بيلاقوا فيها نوع وحش من الحلويات. وقبل ما يتحركوا بالعربيه كولومبوس قال له انا سمعت ان مفيش زومبي موجود في شمال البلاد. فبيقول له يا عم هناك اكيد بيقولوا نفس الكلام ان في الجنوب مفيش زومبي. واثناء ما كانوا ماشيين بالعربيه بيقابلوا زومبيايا بتاكل جثه على الارض. كولومبوس قال له ايه القرف ده، بتاكل جثه من على الارض ازاي، اكيد عليها تراب. وتاليسكي بيمس عليها وهو معدي. بعد شويه بيوصلوا للسوبر ماركت وبتكون فرصه انهم يدخلوا يجيبوا اكل يكفيهم. وبيدخل وبيعزف بصوت عالي عشان لو في زومبي يطلع، وفعلا بيظهر واحد مليان فبيخبطه بالجيتار بيدخل مناخيره جوه وشه. بيطلع واحد لكولومبوس فبيخاف منه، وتاليسكي بيخلص عليه. قال له انا مش بجري عشان خايف، انا نسيت المحفظه في العربيه وكنت رايح اجيبها بس. وفجاه بيقابلوا بنت سليمه اسمها شيتا، وقالت لهم وهي حزينه محتاجه مساعده. وبيتفاجئوا ان اختها ساره زومبي عضها ومش عارفه هتتصرف ازاي. والصدمه ان شيتا خدتهم على جنب وقالت لهم لازم نقتلها عشان مش هستحمل اشوفها زومبي. تاليسكي جمد قلبه وقرر يقتلها. شيتا قالت له استنى انا اللي هقتلها بايدي، وبتكون لحظه صعبه ربنا ما يكتبها على حد. واختها يعني استسلمت للموت. وفجأة بتوجه السلاح ناحيتهم وبيكون فخ عاملينه عشان يقلبوهم في الاسلحة، وفعلا بياخدوا الاسلحة والعربية وبيخلعوا وبيتجهوا لملاهي ويندو اللي في الشمال لانهم مقتنعين ان مفيش زومبي فيها. تاليسكي قال له ينفع اللي حصل فينا ده، وانا اللي صدقت وكنت هعيط وانا واقف، ده انا طلعت مغفل. بالصدفة بيلاقوا عربية جامدة وبتعجب تاليسكي، بيفتح الباب بيلاقي زومبي نسي ايده في العربية. بيفتح الباب الخلفي بيتفاجئ باسلحة ما يحلمش بيها، من فرحته بيضرب بالسلاح في الهواء زي المجنون. وكولومبوس قاعد مستنيه يخلص الجنان اللي بيعمله عشان يمشوا. المهم بياخد العربيه وبيتجه ناحيه الشمال. واثناء ما كانوا ماشيين تاليسكي بيشوف عربيته من بعيد، بس كانت فاضيه ومفيش حد فيها، فبيشك انه فخ البنات عاملينه وبيقول له كولومبوس خليك انت هنا وانا هشوف في ايه. بيوصل للعربيه وبيتاكد انها فاضيه تماما، فقال له كولومبوس سابوا العربيه وكملوا ماشي، اطلع بينا. قال له مالك ساكت ليه، بقول لك اطلع بينا. بيتفاجئ بصاره بتهدده بالسلاح
الصبح. قال له مش مكسوف من نفسك؟ بنت عندها 12 سنة تاخدك رهينة. قال له 12 سنة ايه، شكلها يدي كده على 13 سنة. المهم طلبت من تاليسك السلاح، قال لها على جثتي، انت مجنونة ولا ايه؟ اي 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 خلاص انا اسف. السلاح اهو. بتوصل شيتا وبتهدده وبتقول له انزل انا هسوق، وبيتحركوا في اتجاه الشمال. المهم مين شيتا ومين اختها دي؟ بنرجع بالايام لشهر فات. وقتها شيتا كانت في بنزينة بتبحث عن خاتم خطوبتها اللي ضاع منها. صاحب البنزينة قال لها لو لقيته هكلمك، فبتقول له لو لقيته هديك مكافأة 3000 دولار. قال لها بجد؟ طب حط رقمك. وبعد ما ادت له الكارت سابته ومشيت. بعد شوية بتوصل سارة وبتمثل انها لقت الخاتم. صاحب البنزينة قال لها بتاع صديقتي. قالت له ليه مكافأة يا باشا؟ وفعلا بتاخد مكافأة 1000 دولار. ونصبوا على صاحب البنزينة بكل سهولة، ودي كانت حياتهم. وبعد ما حكوا قصتهم تاليسكي خد السلاح وهددهم، وشيتا كمان رفعت عليه السلاح. كولومبوس قال لهم بدل ما نقف جنب بعض هنقتل بعض، ما تعقلوا بلاش شغل الاطفال ده. وفعلا بيحترموا نفسهم وبينزلوا الاسلحه. وشيتا بتكمل في طريقها للملاهي وبتقول لهم ان مفيش زومبي هناك. وبيفضلوا ماشيين ساعات متواصله والدنيا حواليهم بتكون متبهدله ومفيش شخص واحد طبيعي قابلهم. ولانهم صاحيين بقالهم يومين متواصلين بيتفقوا انهم يدخلوا مكان امن يناموا فيه. تاليسكي قال لهم بما اننا في هوليوود هندخل اجمد فيلا ننام فيها بتاع نجم اسمه بيل سيلانو. وفعلا بيوصلوا وبيكون المكان شبيه بالقصر. المهم كل اتنين بيمشوا مع بعض عشان يتفقدوا المكان ويتاكدوا ان مفيش زومبي. كولومبوس وسارة بيلاقوا سينما فبيقعدوا يتفرجوا على فيلم الاشباح. في نفس الوقت شيتا بتلعب جولف والكره بتيجي في دماغ تاليسكي، وفجاه بيدخل عليهم زومبي وشيتا حاولت تموته لكنها بتتفاجئ انه شخص طبيعي، وبيكون ده النجم سيلانو صاحب المكان. تاليسكي قال له عامل في نفسك كده ليه؟ قال له عامل مكياج شبيه بالزومبي عشان اختلط بيهم وما يهجموش عليا. تاليسكي قال له مش مصدق انه واقف قدامك يا فنان، من حبي فيك شفت افلامك مليون مره، فاكر لما ضربت الحراميه في اخر الفيلم؟ حبيبه سعيد يا مدحت يا ايدك ابوسها يا فنان. قال لهم نورتوا المكان. والجماعه دول في عالم تاني بياكلوا فشار ومتابعين الفيلم. سيلانو قال لهم هعمل اني زومبي وادخل عليهم اخوفهم. واول ما كولومبوس بيحس بيه بيضربه طلقه في بطنه. قال لهم بعد العمر ده كله هموت موته هبله زي دي. تاليسكي قال له هتوحشنا يا فنان. قال لهم نفسي اشرب ميه قبل ما اموت. قال له لو شربت الميه هتطلع من الخرم اللي في بطنك يا فنان. وللاسف الفنان بيموت وبيحذفوا جثته، وبيعيشوا حياتهم في الفيلا وبيعملوا كل اللي نفسهم فيه. تاني يوم بيصحوا على مفاجاه جديده، البنات بياخدوا العربيه تاني وبيخلعوا، وبيفضلوا ماشيين طول اليوم. واخيرا بيوصلوا للملاهي وشيتا بتشغل كل الالعاب وبيفضلوا يلعبوا طول الليل. الزومبي الموجود في المدينه بيشوف الاضواء وبيتجه ناحيتها، وهم مبسوطين ومش واخدين بالهم ان الزومبي جاي عليهم. وفجاه شيتا بتشوفهم وبتحاول تاخد العربيه وتهرب، وفعلا بيدخلوا العربيه في اخر لحظه وبيهربوا، لكن بينطوا قبل ما العربيه تنزل منهم في الميه. وبيحاولوا يقتلوا اكبر عدد لكن مفيش فايده لان الاعداد بتزيد، فبيركبوا لعبه بتفضل تطلع وتنزل بيهم، والزومبي واقف تحت مستنيهم ينزلوا. سارة بتشغل دماغها وبتعطل جهاز التحكم، وبيفضلوا متعلقين فوق وضع عقاب الندله بتاعتهم. في الناحيه الثانيه كولومبوس قال له لازم ابحث عن البنات وانقذهم. قال له ابحث براحتك يا حبيبي ولما تشوفهم سلم لي عليهم، لكن بيرجع في كلامه ومش بيهون عليه يسيبه لوحده. وبعد ساعات بيوصلوا الملاهي وبيقتلوا الزومبي اللي يقف في طريقهم. كولومبوس بيشوف العربيه في الميه وبيفهم انهم ماتوا، وفجاه بيسمعهم بيندهوا من بعيد فبيفرح وبيقول له انهم لسه عايشين. تاليسكي قال له انقذهم وانا هشتت انتباه الزومبي، وفعلا بيعمل زيطه وزمبليطه في المكان، والزومبي بيسيبوا البنات وبيهجموا عليه، فبيتعلق في لعبه وبيقتل فيهم بكل شياكه. المشكله ان السلاح بيفضى وبيستعد للمجزره اللي هتحصل، بينشل في الدماغ وبيصطادهم زي الفيران. في الناحيه الثانيه كولومبوس بيتخلص من الزومبي بذكاء وبيوصل للبنات، بيلاقي زومبي طالع لهم فوق فبيشغل اللعبه وبيتخلص منه، وقال لهم حمد لله على السلامه يا اندال. شيتا حضنته وقالت له ما تزعلش مني. قال لها لا انا مش زعلان، بالعكس انا مبسوط. والمفاجاه انهم بيعترفوا بحبهم لبعض. وتاليسكي خلص على كل الزومبي الموجود وبيتصالحوا وبيرجعوا احسن من الاول. المفاجاه ان البنات بياخدوا العربيه تاني، لكن المره دي بيهزروا معاهم ما تقلقوش، وبيمشوا كلهم مع بعض. اشوفكوا الجزء التاني.